بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أيها جماعة، إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين وأصحاب الأكرمين ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين ومعلمين ومشايخنا شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم خصوصا إلى أرواح diniatkan kepada keluarganya masing-masing. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. افتحوا سورة ياسين. Ayo coba dulu Bang, diperiksa dulu Yasinnya. Semua pastikan ada surah Yasinnya. Yang enggak ada ambil Al-Qur'annya. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم
فيهم سدا فأشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حشرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نسألك رحمة للعالمين يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي محصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواهد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب
المنعم المنتكم الأفروف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسيط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي وارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم اصرف عنا السوء وعن الحاضرين والغائبين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات البأس والسوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو. لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله يا هو. سألنا الله سيجعلنا يا هو من أهل الله ويقبلنا يا هو. لا إله إلا الله يا هو محمد رسول الله أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ودعاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. استغفر الله العظيم ارفع يديك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين. حمد الناعمين. حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة لا
نقدم ذلك ونهديه إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وصلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى روح آل كل والصحابة والغرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح من اجتمعنا ها هنا بسببه وتلونا لأجله، هجه خديجة راني برونا إنغولان وهجه أبي مربون وهجه لنا مربون بنتي بويم مربون وهجه رضوى بنتي ألسان ستوهم وأبو يوم الشعبري وأمي فيها ووصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، اللهم اجعلهم فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأموادنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا إلى من لا زائر له ولا ذاكر له، وهم الجميع بالرحمة والرضوان وأسكننا وإياه فسيح الجنان، يا هنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان، اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تخيبنا، اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، وأنت وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. تقبل الله منكم.